بطبيعة الحال الجامعة يبقى أن تكون جامعة التعلم المستمر ومدى الحياة، وبالتالي على الجامعة أن تفتح أبوابها لمدينتها من أجل أن يكون التعلم مدى الحياة هي من بين المهام الرئيسية لكل مؤسسة جامعية أينما وجدت، لأن كل المعلومات والمعارف التي يتلقاها المتعلم خلال مساره الدراسة عموما وفي بعض التخصصات خاصة التي لها علاقة مع الطب مع الذكاء الاصطناعي مع الاقتصاد إلى غير ذلك لن تكون مقبولة بعد 5 سنوات، وبالتالي يجب أن نتأقلم مع الوضع الجديد مع مهن التي نحن مقبلون نحوها، وعليه يجب على الجامعة أن تكون جامعة التكوين مدى الحياة.